اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بابطالنا، ابطال العاب القوى للشباب اللي شاركوا في البطوله العربيه في تونس وفازوا بالذهب. برحب بالبدايه بعمر حمدي صاحب ال 19 عام، خد ذهب او احرز المركز الاول في منافسات المطرقه. اهلا بيك يا عمر. ازي حضرتك؟ مبروك. الله يبارك في حضرتك، انجاز كبير وطبعا منورنا في قناه النادي الاهلي. شكرا. برحب باحمد سامح صاحب ال 18 عام واللي حقق ذهب في رمي الرمح. اهلا بيك يا ابو حميد. اهلا بحضرتك ومبروك. الله يبارك فيك. ما شاء الله، انا عايز اقول لكم احمد يعني فوق ال 2 متر، بسم الله ما شاء الله، يعني الرمح انت مش محتاج تتعب، انت بس يعني من فوق لفوق كده تروح الدنيا تبقى كويس. قول لي يا احمد، انت البطوله كانت في تونس، شاركته ازاي؟ الاستعدادات كانت ازاي؟ يعني كلمني قبل البطوله، ايه اللي كانت الدنيا استعدته لها ازاي؟ هو كان في طبعا بطوله قبل بطوله تونس اللي هي بطوله الجمهوريه، وحققنا فيها رقم كويس، بس كنا طبعا التارجت بتاعنا كلنا رايحين بطولة تونس طبعا الاول، وطبعا عايزين نعمل ارقام تقيل بطولة العالم، وفي ناس الحمد لله عملتها وفي ناس قربت خلاص ليها. طب انت عملت يعني انت حققت رقم؟ حققت رقم بطولة العالم هناك، بطولة العالم اللي هو 69 26، مذاكرين احنا 69 26 ده رقمك اللي حققته في بطولة العالم. ده رقم حققته في بطولة العالم، وده رقم يأهلك لبطولة العالم. رقم يعني 69 متر بطولة العالم فحققته الحمد لله. انت خلاص انت كده مشارك، كسرت الرقم ب 26 سم. طيب الرقم ده انت حققته في مصر قبل ما تسافر احمد؟ لا انا محقق في مصر اخر رقم شخصي 64 متر. 64، يعني انت ما شاء الله حققت اعلى من اللي انت بتحققه. اعلى من اللي انا حققته بس ب 5 متر. ده ما شاء الله يعني الله. طب ده ترجعه لايه؟ يعني ليه انت حققت؟ يعني دايما يقول لك الطبيعي بتحقق اقل من اللي انت بتجيبه في بلدك، يعني ممكن اقل متر بتاع نتيجه الرهبه والبطوله والاجواء. طب ايه اللي يخليك ما شاء الله تحقق 5 متر اباف الرقم اللي انت بتحققه هنا او اعلى من الرقم اللي حققته؟ طبعا عشان اول حاجه طبعا بفضل ربنا سبحانه وتعالى، وثاني حاجه دي اول بطوله دوليه ليا، فكانت حماس بقى منتخب وكده. حماس حماس يكسر الدنيا. فكانت الحمد لله يعني اول رميه هي اللي جت على طول. اول رميه؟ بسم الله، مش انت جبت ده من اول رميه؟ الحمد لله. بسم الله ما شاء الله، يعني بجد حاجه جميله جدا جدا. طب مدربينك في مصر توقعوا ده؟ لا كانوا مش متوقعين، هم اتفاجئوا فاجأتنا يا جدع. ما شاء الله عليك، ربنا يحفظك يا احمد والله.